مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات متواصلة من عاصمة الميادين ميدان الوثبة بانطلاق شوطنا السادس عشر وشوطنا السادس عشر الخاص أيضا بالجعدان، الثنايا، المهجنات، الأصايل لهجن أصحاب السمو، الشيوخ، والرحلة المقررة لهذا السن هي 8 كيلومترات. على بركة الله مشاهدينا الكرام نتابع البداية، نتابع الصدارة، الغزال على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بن عرطي الحميري يقود في عملية التضمير والتدريب، المركز الثاني هذا هو بطاش، يا سلام يا سلام يا سلام بطاش، تعود أيضا هناك لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وعاشق السلالة الشاهنية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقودها في عملية التضمير والتدريب، المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، هناك شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري يقود في عملية التضمير والتدريب، المركز الرابع، رابع المراكز الواعي من هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقود في عملية التضمير والتدريب، المركز الخامس، خامس المراكز هذا هو حملول يأتي بشعار هجن الرياسة والظافر يقود في عملية التضمير والتدريب، علي بن جميل الوهيبي. أما المركز السادس، سادس المراكز هناك رعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يقود في عملية التضمير والتدريب، المركز السابع، المركز السابع هناك النمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقود في عملية التضمير والتدريب، والتدخل الرائع على المركز التاسع هناك نجد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سالم بن شاوي الأغفلي يقود في عملية التضمير والتدريب. أما المركز العاشر، عاشر المراكز هذا هو مشعل يتقدم بشعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم ومضمر خمس نجوم أحمد بن علي العويسي يقود في عملية التضمير والتدريب. هكذا مشاهدين الكرام الأسماء المنطلقة، الأسماء المنطلقة للعشرة المراكز الأولى ونداءنا الأول، ومن هنا تحول إلى القيادة وإلى القمة وإلى هرم هذا الشوط. البداية، البداية بطاش، بطاش على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم هو عاشق السلالة الشاهنية يقود في عملية تضميره وتدريبه، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك يتقدم مشاهدينا الكرام تقدم ملحوظ وملموس أيضا في هذا التحدي الرائع وفي هذا المسار المثير، يا سلام يا سلام. هناك يتقدم ليس هناك الغزال يتقدم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع أيضا عتيج بن سالم بالعرضي الحميري المتمرس يقود في عملية التضمير والتدريب مع المركز الثاني، المركز الثالث، ثالث المراكز هناك أيضا الواصل بالقوة والإثارة على المركز الثالث هناك يتقدم من خلاله، هناك يتواجد من خلاله أيضا هذا هو مشاهدينا الكرام هناك أيضا بشعار هجن الرياسة، بشعار مؤسسة هجن الرياسة يتقدم مشاهدينا الكرام. هناك الواعي وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقود في عملية التضمير والتدريب، المركز الرابع، رابع المراكز شاهين لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس، خامس المراكز هملول من
الهجن الرياسي مع الظافر علي بن يميل. الوهيبي أيضا يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس خامس المراكز رعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد السموسي يقوده في عملية التضمير والتدريب على المركز السادس. أما المركز السابع سابع المراكز نجد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بن سالم بالشاوي الغفلي يقوده في عملية التضمير والتدريب. أما المركز الثامن من الجانب الآخر النمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز التاسع تاسع المراكز هناك أيضا مشعل لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي يقوده في عملية التضمير والتدريب. والمركز العاشر وصل الواصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن المر بن حلوة في يقوده في عملية تضمير وتدريب. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى للعشرة المراكز المنطلقة. ولكن نعود مع بطاش نعود مع بطاش على المركز الأول مع جسر العبور مع جسر العبور. بطاش يتقدم الجميع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهنية من يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني ثاني المراكز الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع تيج بن سالم بالعرطي الحميري المتمرس في التضمير يقوده أيضا مع المركز الثاني الغزال. المركز الثالث ثالث المراكز أيضا الواصل هناك الواعي لهجن الرياسة الله يا الواعي لهجن الرياسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقوده في عملية التضمير والتدريب. أما المركز الرابع رابع المراكز هناك أيضا شاهين من هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس هناك هملول لهجن الرياسة مع المضمر الهماليل علي بن جميل. الوهيبي أيضا يقدم لنا هملول مع المركز الخامس. المركز السادس سادس المراكز النمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويد يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز السابع سابع المراكز نج لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بن سالم بالشاوي الغفلي يقوده في عملية التضمير والتدريب. وانفجر هناك يتقدم في هذه اللحظات يتقدم ولكن شاهين أيضا يتقدم على المركز الثامن من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير يقوده في عملية التضمير والتدريب. وهناك مشعل يتقدم مشعل على المركز التاسع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. وأحمد بن علي بن عامر العويسي يقوده في عملية التضمير والتدريب. وهناك الواصل مبلش لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي يقوده في عملية التضمير والتدريب مع المركز العاشر. هكذا النتيجة بوابة العبور الاثنين كيلومترات ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. وأول العابرين أول العابرين مع الصدارة مع المقدمة الغزال. الغزال عبر 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 مع الصدارة. تقدم الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري المتمرس يقوده في عملية تضميره وتدريبه. بطاش مع المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث ثالث المراكز هناك شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. وهناك الواصل في هذه اللحظات الواعي من هجن الرياسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقوده في عملية التضمير والتدريب. وصل شاهين مع المركز الخامس لهجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقوده في عملية التضمير والتدريب. هكذا الأسماء ولكن بدينا ننعطف نحو المقصورة الرئيسية
الرئيسية هنا على أرضية هذا الميدان. الفوز لمن؟ الناموس لمن؟ من هذه الشعارات العملاقة الكبيرة مشاهدينا الكرام. الكل أيضا يجهز للمواسم القادمة لأن الختاميات قرب، وهذا هو أيضا ملتقى الكبار في هذا التحدي الرائع. ولكن نعود مع البداية، الغزال على الصدارة، الغزال على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بالعرطي الحميري المتمرس يقوده في عملية التضمير والتدريب. ولكن بطاش هذا خطير بطاش مع المركز الثاني. الله 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 لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهنية، وصل المجازف مع شاهين على المركز الثالث. لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المحيري، وهناك الواعي أيضا قادم لهجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، وشاهين واصل لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري. يا سلام اللحظات الأخيرة، الناموس وين المجازف جازف مع شاهين على المركز الأول. ولكن بطاش في المنافسة، بطاش في المنازعة، ولكن شاهين انطلق شاهين. يا سلام شاهين مع المقدمة، شاهين على الصدارة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف من قدم لنا شاهين مع القيادة. بطاش يحاول في الأمتار الأخيرة باللحظات الحاسمة. يا سلام شاهين، بطاش شاهين على المركز الأول. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. بطاش يأتي مع المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة، المركز الرابع كان فيه الواعي أيضا لهجن الرياسة، المركز الخامس الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا الكرام الإثارة والمتعة في هذا الشوط، وكان أيضا شاهين من نال ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس أيضا لمؤسسة هجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، والتهنية موصولة أيضا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز وانتصار شاهين بالمركز الأول. تهانينا، حيث أيضا قطع مسافة السباق 12 دقيقة 51 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز شاهين بالمركز الأول، والتهنية موصولة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني كان فيه أيضا بطاش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والتهنية موصولة لعاشق السلالة الشاهنية ب 12 دقيقة 51 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان فيها أيضا مشاهدينا الكرام شاهين لهجن الرياسة، والتهنية موصولة أيضا لراشد بن محمد بسم المنصور أيضا، حيث قطع مسافة السباق أيضا بتوقيت وقدرة 12 دقيقة 56 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.